فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في بلادنا قبور قد بنيت بالطوب الأحمر المحروق، وليس عندنا أي وسيلة أخرى إلا الدفن فيها، علما بأن الأرض طينية وإذا حفرنا خرج الماء، يجوز أن ندفن موتانا في هذه القبور المبنية؟ لا بأس، لا بأس بذلك، لأنكم ما تجدون إلا هذا، فلا بأس بذلك. ومسألة لا يكون في القبر شيء مسته النار من باب الكراهة، ما من باب التحريم، والكراهة تزول عند الحاجة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.